السلام عليكم. اليوم راح نكمل شرح مادة السكند لمادة الانتر 2 Chapter Revenue Recognition. راح نتحدث عن موضوعين اللي هم الـ Percentage of Completion Methods، وراح نتحدث عن الـ Cost Recovery اللي هي الـ Gross Profit بيكون فيها Zero Methods. تمام؟ طيب بداية راح نحكي عن هون بحكي لي إيش؟ بحكي لي Most Popular Input Measure Used to Determine the Progress Toward Completion is the Cost-to-Cost Basis. بحكي لي هنا إنه أنا بال Percentage of Completion Methods اللي هي إيش؟ نسبة الإنجاز. أنا إذا بتحدد نسبة الإنجاز بحددها عن طريق التكلفة، تحديد نسبة الإنجاز، لأني أنا إيش بستخدم التكلفة علشان أحدد نسبة الإنجاز. أنا بستخدم التكلفة عشان أحدد نسبة الإنجاز. طيب فهنا حسب الـ percentage of completion نسبة الإنجاز عندي ثلاث قوانين المفروض إيش إني أعرفهم. تمام؟ عشان أطلع نسبة الإنجاز اللي هي الـ percent complete، اللي هو بيطلع عندي القانون بيحكي لك الـ cost incurred to date على الـ most recent estimate to of total cost. طيب إيش يعني الـ cost incurred to date؟ يعني المبلغ اللي أنا التكلفة اللي أنا صرفتها خلال مثلاً سنة، ممكن تكون المبلغ اللي أنا صرفته خلال السنة مثلا، والmost recent estimate of total cost اللي هي التكاليف الإيش المتوقعة بكون معطينيها في السؤال. تمام؟ بطلع عندي إشي اسمه percent complete. هاي percent complete أنا شو بعمل فيها؟ بضربها بإشي اسمه estimated total revenue أو gross profit. تمام؟ بيعطيني estimated total revenue or gross profit، بضربها بقيمة أو بنسبة الـ percent complete اللي هي نسبة الإنجاز، بيعطيني الـ revenue or gross profit to be recognized to date. فإيش بعمل فيها؟ نفس الإشي، هاي بنقصها من إيش؟ بنقصها من الـ revenue أو الـ gross profit recognized in prior periods، بيعطيني الـ current period revenue or gross profit. هذا الحكي كلياته راح نشرحه بشكل سريع، وراح يعني مش راح يعني احكي لكم القانون بيحكي هيك وهيك، لانه اصلا ممكن تنعجبوا اذا بتحفظ القانون وبيحكي هيك، فانتم مباشره طبقوا زي ما بتفهموا، واصلا هيك راح تكونوا بتحلوا بالقانون وانتم مش عارفين اصلا. طيب في معطينا هون سؤال، خلينا نشوف السؤال لانه هون مش كامل في السلايد. هاي السؤال كامل بحكي لي to illustrate the percentage of completion methods assume that hard hat construction has a contract is construct 4,500,000 a bridge at an estimated cost of 4,000,000. طيب بعدين بحكي لي the contract is to start in July 2019 and the bridge is to be completed in October 2021. بعدين بحكي لك the following date pertinent to the construction period. Note that by the end of 2020 Hard Hat has revised the estimated total cost from 4,000,000 ل 4,050,000. ايش المقصود بالسؤال هون؟ السؤال بحكي لك هنا انه شركة هارد هات هاي كونستراكشن شركة بناء لديها عقد ايش لبناء جسر بقيمة ايش بمقدار كم السيلينج برايس بمقدار اللي هو هو السعر كامل 4,500,000 هي يعتبر ريفينيو. تمام؟ هذا ال 4,500,000 اللي هو الريفينيو مع استيميتد كوست مع تكلفة كم؟ مع تكلفة بمقدار 4,000,000. بعدين بحكي لك the contract is to start at July 2019. العقد بلش متى؟ بجولاي 2019. بعدين بحكي لك and the bridge to be completed انه الجسر رح يكون جاهز متى؟ في اكتوبر 2021. يعني من 2019 ل 2021 2020 ثلاث سنوات. طيب the following date بحكي لك pertinent the construction period note that بعدين بحكي لك ايش؟ بحكي لك في نهاية سنة 2020، يعني في سنة 2020 بحكي لك انه شركة هارد هات هاي غيرت التكلفة اللي كانت 4,000,000 اللي هاي كانت 4,000,000 غيرتها لإيش؟ لقيمة 4,050,000. يعني من سنة 2020 وإذا كان في سنوات أخرى راح تصير التكلفة بمقدار جديد، راح يصير 4,050,000. طيب هذا السؤال زي ما شفنا عندنا التوتال ريفينيو 4,500,000، عندنا التكلفة 4,000,000، وراح تتغير التكلفة بال 2020 بمقدار 4,050,000. خلينا نشوف احنا هنا ايش السؤال. طبعا ومع السؤال هذا نفسه اللي حسه حكيناه معطيني هذا، معطيني البوكس هذا، فايش هو شو حكي لك فيه؟ حكي لك الكوست تو ديت
ال estimated cost to complete ال progress billings during the year، بعدين بيعطيني ال cash collected during the year. طيب ال cost to date ايش يعني؟ يعني التكلفة اللي أنا صرفتها خلال السنة. يعني إحنا حكينا كم سنة عنا؟ 19 20 21، راح يكمل المشروع بال 21 صح؟ طيب بلشت بال 2019، أنا شو صرفت خلال سنة 2019؟ أنا صرفت بمقدار مليون خلال سنة 2019، صرفته يعني مصروف فعلي صرفته. 2020 صرفت بمقدار مليونين وتسعمائة وستاشر ألف. بال 2021 أنا صرفت هون بمقدار 4,050,000، تمام؟ اللي هو أصلا لازم يكون هنا 1,134,000. فإذا بجمع المليون زائد 2,916,000 زائد 1,134,000 رح يطلع عندي 4,050,000. فأنا حطيت هون 4,050,000 مباشرة، لأنه أصلا في هاي السنة أنا رح أخلص المشروع بنسبة 100%. بعدين بحكي لك estimated cost to complete، يعني هون التكلفة المتوقع إني أنا رح أصرفها خلال السنة الواحدة. فأنا خلال سنة 2019 متوقع إني أصرف 3 ملايين. أنا صرفت مليون بس متوقع إني كمان أصرف 3 ملايين، وبال 2020 متوقع إني أصرف 1,134,000. أما بسنة 2021 أنا هون مش رح أصرف أي إشي، مش متوقع إني رح أصرف إشي لأنه خلص اكتمل المشروع. طيب the progress billings during the year إيش يعني؟ the progress billing during the year، the progress billing يعني المبلغ الفعلي اللي أنا مثلا بطالبك فيه، المطالب فيه. يعني أنا كشركة بطالب بالزبون مثلا مبلغ مطالب فيه، المبلغ المطالب فيه خلال السنة الواحدة رح يكون 2019 رح يكون 900,000. هذا المبلغ اللي أنا بطالب فيه الزبون. طيب 900,000 لل 2020 رح يكون 1,400,000، 2021 رح يكون 1,200,000. طيب الكاش كولكتد ديورينج ذا يير، الكاش اللي انا كشركه راح احصله من الزبون راح يكون بمقدار 750,000 خلال سنه 2019، راح يكون 1,750,000 خلال سنه 2020، راح يكون بقيمه 2,000,000 خلال سنه 2021. طيب هسه هذا كله راح نفهمه، طبعا هذا راح يساعدك كثير البوكس في حل القيود، في حل كل شيء. طيب أول إشي بكتب الكونتراكت برايس لكل سنة. الكونتراكت برايس كم أعطينا إياه؟ أعطينا إياه بمقدار 4,500,000. 4,500,000 اللي هو الريفينيو، توتال ريفينيو صح؟ طيب بنقص منه إيش؟ بنقص منه شغلتين، بنقص منه المبلغ اللي أنا صرفته خلال السنة الواحدة والمبلغ اللي أنا متوقع إني أصرفه خلال السنة. برضو اللي صرفته خلال السنة الواحدة خلال سنة 2019 اللي هو مليون صح؟ هسه حكينا قبل شوي اللي هي مليون، متوقع اني راح اصرفه هاي 3 ملايين، هاي 3، هاي 3. فالتوتال كوست راح يكون تمام كم؟ راح يكون بمقدار 4 مليون. فانا شو بعمل؟ الكونتراكت برايس اللي هو التوتال ريفينيو 4,500,000 بنقص منه 4 ملايين اللي هو التوتال كوست، زي كاني بحكي ريفينيو ناقص الكوست بيعطيني شو؟ الجروس بروفيت صح؟ فراح يعطيني استيميتد توتال جروس بروفيت بمقدار كم؟ 500,000 اللي هي 4,500,000 ناقص 4 مليون. طيب فهي ال 500,000 اللي طلعت معي شو راح اعمل فيها؟ هسه بحسب القانون الاول اللي اخذناه اللي هو البيرسنتج اوف كومبليشن، راح اطلع نسبه. هاي النسبه بضربها بالايش؟ بالاستيميتد توتال جروس بروفيت عشان تطلع لي ايش اللي هو احنا حكينا حسب القانون اللي هو الكوست بقسمها على شو؟ على التكلفه المتوقعه حسب السؤال، بيعطيني البيرسنتج of completion. فالمليون القيمة اللي أنا صرفتها خلال السنة الواحدة اللي هي مليون صح؟ هاي متوقع إني أصرفها، مش إني صرفتها، متوقع. هاي مليون صرفتها، هاي مليون تمام؟ على 4 مليون، من وين جبت 4 مليون؟ اللي هي إيش؟ حسب سنة 2019 كاتب ليها في السؤال إنه هي 4 مليون التكلفة اللي هي تو الاستيميتد للكوست. طيب بيطلع عندي 25%. ال 25% هاي حسب القانون الثاني، حكينا ال percentage of completion completing، حكينا ال 25% النسبة بضربها بالtotal gross profit estimated total gross profit. 25% ضرب 500,000 بيعطيني 125,000 اللي هو ايش؟ الجروس بروفيت تبع ال 2019. طيب طبعا هاي ال 25% ايش؟ هاي نسبة انجازي للمشروع خلال سنة 2019. خلال سنة 2020، خلال سنة 2020 شوف شو معطيني. طيب خلال سنة 2020 معطيني طبعا نفس الاشي 4,500,000 هو التوتال ريفينيو لكل سنة. بدي اشوف كم لكل سنة كم طلعت عندي نسبة الانجاز،
مش هتطلع عندي جروس بروفيت، فعندي الكوست تو ديت اللي هو ايش المبلغ اللي انا صرفته خلال سنه 2020، كم المبلغ اللي صرفته حسب البوكس بيعطيني هي 2,916,000 صح؟ طيب هي 2,916,000، طيب بزيد عليه ايش المتوقع اني اصرفه، حسب المتوقع اني اصرفه هي 1,134,000، بجمعه مع بعض كم بيعطيني 4,050,000. فال 4,050,000 ايش هاي؟ هاي الاستيميتد توتال كوست، بنقصها من التوتال ريفينيو 4,500,000 ناقص الكوست، تمام 4,500,000 عفوا 50,000 بيعطيني كم 450,000 ايش استيميتد توتال جروس بروفيت، هذا الاستيميتد. فانا المفروض مني قبل ما اطلع الاستيميتد اصلا اني اطلع شو، اطلع النسبه اللي هي البيرسنت حسب القانون الاول اللي هي البيرسنت كومبليت. كيف اطلعها؟ حسكنا الكوست المصروف اللي انا صرفته بالفعل اللي هو كم، هيو 1,916,000 على التكلفة. بما انه 2020 حكالنا بالنهاية السؤال حكالنا انه غير التكلفة بسنة 2020 وطالع غير التكلفة من 4,000,000 ل 4,050,000، فبدي احطه مش 4,000,000، بدي احط 4,050,000 حسب السؤال اللي هو كاتب. فالمصروف اللي انا صرفته خلال سنة 2020 على التكلفة اللي معطينيها في السؤال المتوقعة بيعطيني البرسنتج، البرسنتج طلعت معي 72%. 72% هي بضربها بالايش بالاستيميتد توتال جروس بروفيت اللي هي 450، رح يطلع معي 324,000 اللي هي الجروس بروفيت، تمام. وحسب ال 2021 شو معطيني هون، حسب ال 2021 معطيني حسب طبعا بحط ال 4,500,000 اللي هي التوتال ريفينيو بالبداية دائما طبعا، بنقص منها ايش المصروف اللي انا صرفته خلال 2021، هيو المصروف اللي انا صرفته فعلا 4,050,000، هي 4,050,000 المتوقع اني اصرفه اصلا مش محط ليش، ليش؟ لان خلصت المشروع خلص، يعني شو بدي اصرف كمان، فيش اصرفه، فخلص هو مش حط لك شيء. فبيطلع التوتال كم 4,050,000 صح، بنقص من ال 4,500,000 بيطلع عندي 450,000. ال 450,000 بتضلها زي ما هي، ليش؟ لانه اصلا نسبه النسبة رح تكون 100%. ليش؟ لأنه أنا بال 2021 رح يكون المشروع عندي مكتمل بمية بالمية. إذا بدي أعمله حسب القانون الأول اللي هو إذا بتطلع البرسنتج اللي هو 4,050,000 اللي هي الكوست على إيش؟ على التكلفة اللي أنا معطينيها متوقع حسب السؤال، حكينا من 2020 وطالع معطينيها هي 4,050,000، على 4,050,000 رح يطلع واحد، الواحد اللي هو إيش 100%. فهيك بتطلع عندي 100% ضرب 450,000 رح يطلع نفس الاشي 450,000. نروح على اللي بعده، على اللي بعده هنا احنا بدنا نسجل قيود اعتراف للconstruction in process، نسجل progress billing، رح نسجل للايش لقيد التحصيل. بدنا نشرح هسا ايش يعني construction، عفوا construction in process تمام، وبدنا نشرح شو يعني billings ايش in construction in a process. ال construction in a process ايش يعني؟ ال construction in a process اللي هو دائما دائما انا بعتمد على اشي واحد بهاي ايش بهذا chapter او بهذا بهاي الوحدة، بعتمد على اشي اسمه ال construction in a process، لانه ال construction هي اختصاره. ال construction in a process بيمثل مقدار الكاش اللي الشركة بدها اياه من الزبون. يعني انا كشركة بحدد اني انا بدي 1,000,000 من الزبون، سأعطيكم مثال عليه، فهذا الاشي اللي انا دائما بعتمد عليه، يعني اعتمادي الاساسي على الconstruction in process، حسب شو مكتوب بالconstruction in process انا بمشي. طيب البيلينج ان construction in process هي قيمة تعتبر زي خلص انه قيمة بتنكتب وخلص تمام، بس انه مش شرط تكون صحيحة تمام. يعني هو ايش يعني معناه؟ هو المبلغ الفعلي اللي الشركة طالبت فيه الزبون، المبلغ الفعلي اللي الشركة طالبت فيه الزبون. يعني مثال هسه الconstruction in process، طبعا بما انه الconstruction in process حكينا رح يعتبر ايش assets، والassets وين بزيد؟ في الدبت. طيب والbilling in construction in process بزيد وين؟ في الكريدت. طيب هسه بدنا نشوف ايش شو يعني هذا وهذا حسب الاكزامبل. الكونستراكشن ان بروسيس هنا معطيني اياها مثلا 1,000,000، احنا حكينا اعتمادي الاول والاخير على ايش على الكونستراكشن بروسيس، كم انا بدي قيمه الكاش اللي بدي اياها من الزبون 1,000,000، هاي 1,000,000 كاتب لي اياها، بزيد في الديبت. والبيلينج ان كونستراكشن ان بروسيس معطيني اياها 800,000. طيب هذا المبلغ اللي انا بدي اطالب فيه الزبون، طب انا بدي اطالب الزبون بقيمه 800,000، طيب وانا اصلا بدي كاش من الزبون بقيمه 1,000,000،
وانا حكيت اعتمادي الاول والاخير على ايش؟ على الكونستراكشن ان البروسيس. فمين بدي ارد على هاي ولا على هاي؟ لا، انا دائما اعتمادي الاول والاخير على الكونستراكشن ان البروسيس. بطلع على الكونستراكشن ان البروسيس بحكي لي انا بدي مليون، طب هون انا بطالب 800,000، يعني بده يكون في فرق بيناتهم بمقدار كم؟ هيو 200,000. فهذا ال 200,000 هي حق لمين؟ حق للزبون ولا حق لإلي انا كشركه؟ لا، راح يكون حق لإلي كشركه. ليش؟ لاني انا اصلا الكونستراكشن ان بروسيس بطالب بمليون، وانا كتبت اني بدي اطالبه ايش؟ ب 800,000. فانا اعتمادي الاول والاخير على ايش؟ على الكونستراكشن بروسيس، فراح يكون بدي كمان 200,000 عشان يوصل مليون. فهمتوا كيف؟ فاعتمادي الاول والاخير على الكونستراكشن بروسيس، فهي راح تكون ال 200,000 حق لمين؟ حق للشركه. طيب نيجي على المثال الثاني. هو بيحكي لي اذا كان بحساب الكونستراكشن بروسيس مليون، احنا حكينا اعتمادنا الاول والاخير وين؟ على الكونستراكشن بروسيس. طيب وكان حساب البيلينج ان ان بيرسنت ان كونستراكشن، هاي غلطان فيها انا هنا، اللي هي الكونستراكشن ان بروسيس، تمام، كان بمقدار 1,300,000. طيب هون عندي انا بطالبه بمليون بالاساس، اللي هو الكاش اللي بدي اياه الشركه بدها اياه من الزبون، بدها كاش منه كم؟ مليون. والمبلغ اللي انا بطالب فيه كم؟ 1,300,000. طيب انا عمين بدي ارد؟ عمين بدي ارد؟ فحكيت برد عمين، انا على الكونستراكشن ان بروسيس برد بمقدار مليون بدي، صح؟ وفي زيادة، طيب 300,000 اللي هو الفرق بيناتهم، فهاي الزيادة لمين تعتبر؟ تعتبر للزبون، هاي حق للزبون، فبسجلها عليك أنا كشركة كالتزام عشان أعطيها لمين؟ للزبون. فهذا الفرق بيناتهم، هذا راح يساعدنا، هاي هذا إذا فهمتوه راح يساعدنا متى؟ راح يساعدنا يوم نسجل بالفاينانشال بوزيشن اللي هو البالانس شيت، تمام؟ هسه بنروح وين؟ على كتابة القيود، كاتب القيود، هاي هي خلال سنة 2019، خلال سنة 2020، خلال سنة 2021. أنا حكيت بهاي السنة شو راح أعمل. طبعا بهاي السنة أنا بدي أسجل قيود، بدي أعترف مثلا بريسيفابل، بدي أعترف بالكونستراكشن إن بروسيس، بدي أعترف بكل شيء. طيب حسب السنة الأولى بحكي لك to record cost of construction. دائما هسا الكونستراكشن إن بروسيس إيش؟ هسا الكونستراكشن إن بروسيس الشركة هون دفعت تكاليف بمقدار كم؟ الشركة هون دفعت تكاليف بمقدار مليون، تمام؟ طيب هسا أنا المفروض أعترف بالمليون هاي كإكسبنس، كمصروف، تمام؟ بس ما بعترف إلا إذا تحقق عندي إيراد. كيف بدي أعترف بمصاريف ما عنديش إيرادات أصلا عشان تغطي مثلا، تمام؟ فالشركة بالبداية لازم تعترف بإيش؟ لازم تعترف بقيمة الكوست اللي هي المليون اللي أنا صرفتها خلال السنة، لازم تعترف فيها كأصول كأسيتس. فبما اني راح اعملها كأصول كأسيتس بسميها construction in process، فبعمل قيد construction in process للcash payable او cash material payable، بتقدر تكتبوها زي هيك، تمام؟ فالقيد ثابت دائما بكل السنوات construction in process، بس بتتغير القيمة للcash payable بمقدار مليون. مليون من وين انا جبت هاي المليون؟ انا جبتها حسب القيمة اللي انا راح اصرفها بالسنة الواحدة. حكينا فأنا حكيت بالسنة الواحدة راح أصرف مليون بسنة 2019، بروح سنة 2020 construction in process بمقدار كم؟ حكي لي هون بمقدار 1,916,000. للكاش بيبل أو material نفس القيد 1,916,000، وبال 2021 معطيني construction in process هذا قيد ثابت، للكاش بيبل بمقدار 1,134,000. طيب إذا بدي أحسب 1,134,000 ومليون 916,000 ومليون، رح يعطيني ايش؟ الكوست اللي انا صرفته خلال الثلاث سنوات هذول. فانا عشان هيك بسجل كل واحدة حسب مليون، هون مليون 916,000، هون مليون 134,000، حسب التوتال كوست اللي انا صرفته خلال الثلاث سنوات اللي هو مقداره 4,050,000. طيب هاي خلصت انا الاعتراف بايش؟ انا خلصت هون الاعتراف بالكونستراكشن ان بروسيس، تمام؟ طيب انا هون ايش راح اسجل هسه بال2019 2020 2021؟ هسه راح اسجل بدي اعمل تو ريكورد بروجريس بيلينج، يعني بدي اعترف مثلا بقيود بقيد مثلا المبلغ المطالب فيه. مش حكينا البيلينج اون كونستراكشن ان بروسيس معناها المبلغ الفعلي اللي الشركه طالبت فيه الزبون، فانا هون بدي اعترف فيه. ليش؟ لانه حسب البوكس بدايه السؤال معطيني مثلا القيد، يعني قديش راح احصل، قديش انا طالبت الشركه اللي هو البروجريس بيلينج، تمام، قديش المبلغ اللي صرفته، تمام. طيب خلال 2019
بما انه انا بدي اطالب الشركه، يعني الشركه المفروض تدفع لي، فانا بما انه لساتها ما دفعت لي فرح اسجل اكونت ريسيفابل راح يزيد في الدب بمقدار 900,000 للايش؟ اللي مش انا بطالب. فالحساب المطالب هذا اسمه بيلينج اون ايش كونستراكشن ان بروسيس. ايش هذا الحساب؟ هذا كونترا اكونت لمين؟ للاسيتس، لو كونترا اكونت للانفنتوري. تمام. طيب من وين جبت 900,000؟ 900,000 موجوده وين؟ في البوكس في بدايه السؤال. تمام، اللي هو هيو، اذا بتشوفوا هيو 900,000، وين هي 900,000؟ هيو البروجريس بيلينج بمقدار 900,000. 2020 مليونين و400,000، 2021 مليون و200,000. فانا كيف راح اسجل؟ هيو شوفوا كيف، هاي هون القيود، هيو سجلته 900,000 900,000. هسه بال2020 نفس الحساب اكونت ريسيفبل للبيلينج اون كونستراكشن ان بروسيس اللي هو الكونترا اكونت هاد بقيمه ايش؟ مليونين و400,000. وبال2021 راح اسجل اكونت ريسيفبل برضه بالبيلينج اون كونستراكشن ان بروسيس، هو ايش؟ انا بدي اعترف هون بالقيمه اللي بدي اطالب فيها ايش للزبون بمقدار مليون و200,000. طيب انا هون خلصت ايش؟ الاعتراف بقيود البروجريس بيلينج اللي هي ايش؟ قيود المطالبه من الزبون. تمام، هسه بدي اروح على قيود التحصيل اخر شيء. يعني حسب البوكس هون، شوف البوكس هون كاتب لي كاش كولكتد، قيود التحصيل هون بدي اعمل قيد تحصيل للي بدي اخذه. بسنه 2019 بدي اخذ 750,000، بسنه 2020 راح اخذ 1,750,000، بسنه 2021 راح اخذ بمقدار مليونين. فانا بدي اعترف فيهم هون كقيد. فانا اذا بدي اعترف فيه ايش بعمل؟ هي 2019 2020 2021. بال 2019 شو انا بدي اعترف؟ 750,000 حكينا صح؟ فبما انه راح يسلمني كاش كولكشن، حكينا راح نعمل ايش؟ تحصيل للاموال. فراح يسلمني كاش بمقدار 750,000 حسب البوكس للاكونت ريسيفبل، راح تقل قيمه الاكونت ريسيفبل بمقدار 750,000. طبعا بجوز تحكي لي هون احنا طب سجلنا اكونت ريسيفبل بمقدار 900، ليش اعطاني 750؟ طبعا هاي راح تتسجل بالبالانس شيت انه شو القيمه اللي ظلت للاكونت ريسيفبل. اخر شيء بنحسبها حسب القيود هذولا وحسب التي اكاونت، كثير مهمة التي اكاونت والقيود هذول بيساعدونا عشان نطلع الانكم ستيتمنت وعشان نطلع البالانس شيت اللي هي الفاينانشال بوزيشن. حسب ال 2020 شو بعمل؟ حسب ال 2020 كاتب لك كاش للاكاونت ريسيفبل، نفس القيد كاش للاكاونت ريسيفبل بمقدار كم؟ بمقدار مليون و عفوا مليون وكم؟ مليون و750 الف. تمام، وحسب 2021 معطيني كاش لاكونت ريسيفبل بمقدار مليونين مليونين حسب الجدول برضه. هذا قيد التحصيل. احنا خلصنا حاليا قيود التحصيل، واذا بدنا نرجع للسلايدات شوفوا بالسلايدات شو كاتب. نفس الاشي، هي احنا اعترفنا كونستراكشن اند بروسيس للماتيريال كاش بيبل بمقدار مليون مليون، ونفس الاشي هذا كله حكيناه هسه. هون مليونين 400 نفس الاشي حكينا لكل سنه من السنوات حسب البوكس. انا ايش بعترف بالقيود. ما نيجي هون ايش بدنا نعمل هون؟ هذا ايش اسمه؟ هذا اسمه حساب الايرادات لكل سنه. تمام، هسه بدي احسب الايرادات، بدي احسب الريفينيو لكل سنه من السنوات، كم راح يطلع لي ريفينيو؟ احنا حكينا التوتال ريفينيو في السؤال كم يعطيني اياه؟ 4 مليون و500 الف. طيب انا بدي احسب على كل سنه من الثلاث سنوات هذول كم راح يطلع ريفينيو بكل سنه، عشان بالاخر الثلاث سنوات هذولا يطلع التوتال كامل 4 مليون و500 الف. فانا بدي اعرف كم انا بده يطلع عندي الريفينيو بكل سنه. طيب هسه خلال سنة 2019، طبعا هذا القانون الثالث، هسه رح نحكي عنه القانون الثالث. 2019 2020 2021 بدي اجيب الريفينيو، الريفينيو الاساسي كم؟ 4 مليون و500 الف. هاي عشان احسب الريفينيو للسنة الواحدة، هي باير بحكي لي 4 مليون و500 الف ضرب النسبة البرسنتج اللي طلعتها لسنة 2019 كم؟ نسبة انجازي خلال سنة 2019 للمشروع كانت 25%، حسبتها بالبداية. 4 مليون و500 الف ضرب 25% كم رح يعطيني؟ رح يعطيني مليون و125 الف. هاي الريفينيو خلال ايش؟ السنة 2019. طيب الكوست كم يعطيني؟ الكوست اللي انا صرفته خلال السنة تاعت 2019 مليون، انا صرفت هسه مليون و125 الف اللي هي الريفينيو خلال السنة الواحدة، ناقص مليون اللي هي الاشي اللي صرفته خلال، عفوا التكلفة اللي صرفته خلال السنة 2019، راح يعطيني 125,000 ايش هي الجروس بروفيت، هذا اجمالي الربح لسنه 2019 زي ما حكينا في البدايه طلع معي 125,000. طيب لسنه 2020 الريفينيو كامل قديش؟ 4 مليون و500 الف بضربه بنسبه البرسنتج حكينا اللي طلعناها كمان في البدايه 72% نسبه انجازي للمشروع في السنه الثانيه، بيطلع عندي كم؟ 3 مليون و240,000
تمام 3,240,000 بيطلع ناقص الكوست. الكوست قديش بيعطيني في السؤال؟ معطيني اكيد 2,916,000 حسب البوكس كمان. ف والجروس بروفيت بيطلع بنقص هاي من هاي كم بيعطيني 324,000. تمام حكينا بيطلع عندي 324,000 هو المفروض يطلع 450,000 بضربه، بقدر كمان اضربه بنسبه 72% بيطلع عندي 324,000. سنة 2021 هو 4,500,000 ضرب 100%، حكينا بالسنة الأخيرة رح يكتمل عندي الريفينيو بمقدار 4,500,000. تمام يعني بالسنة الأولى طلع عندي الإيراد 1,125,000، بالسنة الثانية 3,240,000. تمام بالسنة الثالثة خلص اكتمل المشروع عندي رح يطلع عندي التوتال ريفينيو كامل 4,500,000 بنقص من الكوست للسنة الأخيرة كان حسب البوكس 4,050,000 بيطلع عندي الجروس بروفيت 450,000. هون طلع عندي جروس بروفيت 450,000، هون طلع 324,000، هون طلع 125,000. طيب احنا حسب القانون حكينا اللي هو التوتال، حكينا التوتال استيميتد للجروس بروفيت تو ديت بنقصه من ايش؟ بنقصه من الريكوجنايزد ان ايش بيريود ييرز، يعني من سنوات سابقه، بنقصه من سنوات سابقه بيعطيني ايش؟ الكرنت يير الريكوجنايزد ان كرنت يير. فايش هون بعمل؟ طيب معطيني الريفينيو هنا 1,125,000. طب انا عندي هنا انا بلشت بال 2019، طب عندي سنوات سابقة، عندي سنوات سابقة اشتغلت عليها قبل 2019؟ لا حسب السؤال. فهنا ما فيش period year، يعني ما فيش سنوات سابقة، فبنزلها نفس ما هي بوين؟ بالcurrent year. يعني 125,000 رح يطلع الcurrent year، و 125,000 رح يطلع revenue بالcurrent year، ومليون رح يطلع التكلفة اللي أنا صرفتها خلال سنة 2019 بالcurrent year، ورح يطلع عندي gross profit بمقدار 125,000 بالcurrent year برضو. طيب بال 2020 كم يعطيني؟ 3,240,000 حكينا ناقص 2,916,000 بيعطيني 324,000 في جروس بروفيت. طيب انا عندي سنوات سابقه، عندي سنوات سابقه اللي هي سنه 2019 هي 1,125,000 ومليون الكوست، ومعطيني الجروس بروفيت 125,000، فبنزلهم ايش؟ عشان انقصهم من الريفينيو والكوست والجروس بروفيت تبعون سنه 2020. فدائما بستعمل البيريور يير لمين؟ لكل سنة من السنوات. ف 2019 أكيد مش رح يكون لها سنوات لأنه أنا بلشت بال 2019، فبما أنه 2020 في 2019 قبلها فبنزلهم هون نفس ما هن. وشو بعمل؟ 3,240,000 ناقص 1,125,000 كم بيعطيني؟ 1,115,000. هاي إيش الريفينيو بسنة 2020؟ الكوست 1,916,000 لسنة 2020، بما اني اخذت سنوات سابقه مليون الكوست من سنوات سابقه بيطلع عندي كم الكوست تبعت 2020؟ 1,916,000. وهون الجروس بروفيت بنقصه من بعض برضه نفس الشيء، بيطلع عندي الجروس بروفيت اجمالي الربح لسنه 2000 وكم؟ 2020 199,000 بيطلع عندي. تمام و2021 اخر شيء معطيني هون قيمته 4,500,000 والكوست 4,050,000 والجروس بروفيت 450,000. تمام طيب وهون معطيني، اذا انا قلت لكم بدي اخذ من بيريور يير صح، ما باخذ اول سنه، لا باخذ السنه اللي قبل سنه 2021 هي سنه 2020 صح، باخذ هاي المعطيات كامله بنزلهم هون نفس ما هن، نفس ما عملنا هون بعمل هون 4,500,000 ناقص 3,240,000 بيعطيني 1,260,000، وهون 4,050,000 ناقص 2,916,000 بيعطيني 1,134,000، والجروس بروفيت بنقصه من بعض بيعطيني 126,000. ايش الحكي هذا كلياته اصلا؟ طبعا الجروس بروفيت باخر سنه بال 2021 كم طلع عندي؟ 450,000 صح؟ هذا الشيء الاساسي 450,000. فاذا بدي احسب لكل سنه كم طلعت انا ريفينيو، هاي هون 125,000 زائد 199,000 زائد 126,000 بيعطيني 450,000 اللي هي التوتال جروس بروفيت خلال خلال الثلاث سنوات هذول اللي انا اشتغلتهم اللي اشتغلت فيهم، راح يعطيني اجمالي ربح 450,000. تمام طيب بروح على اللي بعده. اللي بعده ايش بحكي لي هون؟ انا كيف راح اسجل حسابات الايرادات؟ يعني انا هون كيف بدي اسجل ايش؟ أنا هون بدي أعترف قيود الاعتراف بالإيرادات، مش أنا هون عملت إيرادات، هون مش في ريفينيوز لكل واحدة 125,000، 199,000، 126,000، عندي يعني هذول بالنسبة للكرنت يير،
مش طلعت معي بس لكل سنة 1,125,000 والكوست مليون، هون طلعت معي 2,115,000 للمليون، 1,916,000 لسنة 2020 والجروس بروفيت 199,000، ونفس الاشي هون. فأنا بدي أعمل قيود الاعتراف بالإيرادات لكل سنة، فشو بعمل؟ هي قيود الاعتراف اللي هي Revenue Journal Entry، هون نقربهم ونشوفهم. هاي خلال هي Journal Entry Revenue and Gross Profit. طيب أنا بدي أعترف بكل واحدة فيهم خلال 2019. طيب الكونستراكشن ان بروسيس اللي هو ايش؟ الجروس بروفيت. الجروس بروفيت هون بضيفه على حساب اسمه الكونستراكشن ان بروسيس اللي هي سي اي بي. الكونستراكشن ان بروسيس هون بضيف عليه حساب قيمه الجروس بروفيت اللي هي 125,000 حسب مش طلع معنا جروس بروفيت 125,000 بالسنه 2019 خلال الكرنت يير، فبضيف الجروس بروفيت على حساب اسمه الكونستراكشن ان بروسيس، بزيد هون في الديبت بمقدار 125,000 اللي هي الجروس بروفيت. والكونستراكشن اكسبنس هي الكونستراكشن اكسبنس هي بين قوسين هي الكوست اوف جود سولد او الكوست، تمام. خلال سنه 2019 كانت مليون، هي قيد ثابت مليون، بزيد وين في الكوست؟ اكيد في الديبت. والريفينيو اللي اخذته الريفينيو فروم لونج تيرم كونتراكت 1,125,000 اللي هو الريفينيو، الريفينيو ناقص الكوست اوف جود سولد. يعني اذا بتعمل ريفينيو ناقص الكوست اوف جود سولد يعني 1,125,000 ناقص مليون يعطيني كم؟ 125,000، تمام. هذا قيد ثابت. بال2020 نفس الاشي، الجروس بروفيت كم طلعت معنا؟ 199,000 اللي هو بضيفه حساب اسمه الكونستراكت الكونستراكشن ان بروسيس. والكونستراكشن اكسبنس اللي هي الكوست نفسها 1,916,000 صرفت بالسنه 2020، والريفينيو كامل 2,115,000. 2021 شو الجروس بروفيت؟ 126,000. وبضيف الجروس بروفيت على حساب اسمه الكونستراكشن ان بروسيس. والكونستراكشن اكسبنس هنا اصلها الكوست اوف جود سولد، نفس الكوست اللي صرفتها خلال سنه 2021 اللي هي ايش؟ 1,134,000. والريفينيو كامل 1,260,000، تمام. طيب هسا احنا خلصنا 1,260,000، صح. احنا هنا بنروح السلايدات نشوف هون ايش اوريكم. طيب احنا هنا شو هشوف كيف احنا اعترفنا بالجروس بروفيت لكل سنه. طيب احنا هنا اعترفنا بالجروس بروفيت لكل سنه، هاي شوفوا كيف هاي خلال سنه الكرنت يير 1,125,000 مليون، وجروس بروفيت طلع عندي 125,000. فقيد الجروس بروفيت ايش؟ بس ما بكتب جروس بروفيت، فانا بس بغيره اللي هو شوفوا بين قوسين حط لك جروس بروفيت، هي كونستراكشن ان بروسيس بمقدار 125,000 للكونستراكشن اكسبنس اللي هي الكوست نفسها، هي الكوست هي بمقدار مليون. للريفينيو، ريفينيو كم طالع عندي؟ هي الريفينيو طلع، شو مكتوب لك؟ ريفينيو وهي كوست، ريفينيو بمقدار 1,125,000. هذا قيد ايش؟ هذا قيد الاعتراف بالايرادات لكل سنه، تمام. طيب هون شو طلع؟ شو حط لي اخر شيء؟ 4,500,000 لل 4,500,000، هذا قيد كلوزنج. ايش المقصود بقيد الكلوزنج؟ طيب نشوف هنا، هي قيد الكلوزنج، هي الكلوزنج، شوف هون كيف. طيب حط لك هون قيد الكلوزنج، قيد الكلوزنج انتري، يعني انا بما اني وصلت لنهايه سنه 2021 بما انه راح يوصلني كم؟ 4,500,000، مظبوط. فبما انه خلص اكتمل المشروع وراح يوصلني خلال سنة 2021 4,500,000، المفروض ايش يكون عندي؟ المفروض يكون عندي خلص صفر، اكتمل المشروع 100%. ف حساب الكونستراكشن ان بروسيس اللي كنا نشتغل عليه وحساب البيلينج اون كونستراكشن ان بروسيس المفروض يكون كل واحد فيهم مجموعه 4,500,000، وحساب البيلينج اون كونستراكشن ان بروسيس 4,500,000، تمام. فانا شو بعمل؟ هو اصله الكونستراكشن ان بروسيس وين بيزيد؟ اصله بيزيد وين؟ في الديبت، فالمفروض يكون محله هون، صح. فبما اني بدي اعمل كلوزنج بعمل قيد الاغلاق الكونستراكشن ان بروسيس وين؟ بحطه في الكريدت بمقدار 4,500,000، والبيلينج اون كونستراكشن ان بروسيس بتزيد في بالكريدت، تمام. ف بما انه بتزيد في الكريدت بدي اعكس القيد احطه وين؟ في الديبت، عشان ايش؟ اعمل له كلوزنج اصفره عشان يطلع بالنهايه يساوي صفر. ت...
تمام. هي ايش؟ بنهايه المشروع. خلص انا هيك سلمت المشروع، بيطلع عند البيلنج المبلغ اللي الفعلي اللي راح اطالب فيه 4 مليون و500 الف، والمبلغ اللي انا الكاش اللي بدي اياه من الزبون 4 مليون و500 الف. فبما يعني زي كاني انا اخذته خلص 4 مليون، انا طلبت ب 4 مليون و500 الف واخذت 4 مليون و500 الف، فخلص صفى صفر. فهاي اسمه كلوزنج انتري، هذا قيد الكلوزنج. تمام. طيب نشوف هنا، خلصنا هنا، عملنا قيد الكلوزنج، خلصناه هنا. ايش بحكي له هون؟ نفس الاشي، عمل الكلوزنج نفس الاشي. هون بحكي لي الانبيلد ريفينيو، هون يعني ممكن يكون في عندك فائض، يعني زي ما حكينا احنا مثلا مليون ومية وخمسة وعشرين الف اللي هي قيمة الريفينيو بسنة 2019 مثلا، بنقص منها المبلغ اللي انا المبلغ الفعلي اللي انا راح اطالب فيه كم اللي راح اطالب فيه الزبون. فالمليون ومية وخمسة وعشرين الف حكينا الكونستراكشن تمام انه بروسيس، فبطلع على المبلغ هذا، فبس بدي انقص منه البيلينجز ما بطلع عليه. يعني هون اشوف انا هون بيطلع عندي في فائض، يعني انا لسه بدي كمان 225 الف تمام. يعني انا هذا المبلغ الفعلي الاساسي، والمبلغ الفعلي هذا 900 الف، فالمفروض استلم هذا المبلغ. وهن مثلا انا كتبت انه لازم اني بدي استلم 900 الف، فبصفي عندك unbilled revenue، يعني المفروض يعطوني كمان 225 الف، فهذا اسمه فائض اللي هو unbilled revenue، يعني لسه في اشي كمان الي تمام كايراد. طيب بنروح على اللي بعده. هسه رح نسجل كل واحدة فيهم بالانكم ستيتمنت لكل سنة. طبعا بالانكم ستيتمنت هسه لكل سنة خلال سنة 2019 شو راح اسجل بالانكم ستيتمنت؟ راح اسجل ريفينيو فروم لونج تيرم كونتراكت بمقدار كم؟ 2019 احنا حكينا بالكرنت يير حسبناها اخر شيء اللي هي هي. طلع انا وين متى بسجل الريفينيو؟ اذا بتطلعوا على هاي، شوفوا شفتوا هاي 2019 الكرنت يير، بسجل الريفينيو بهذا المقدار كامل بكل سنة، بكل سنة بسجل بالمقدار هذا بالكرنت يير تمام. بروح على الانكم ستيتمنت، بسجل ريفينيو ناقص الكوست بيعطيني جروس بروفيت مليون ومية خمسة وعشرين ألف، هي كانت الريفينيو ناقص الكوست كانت بقيمة مليون أنا صرفتها خلال السنة، بيعطيني جروس بروفيت خلال السنة الواحدة مليون ومية عفوا مية وخمسة وعشرين ألف. هسه بالفاينانشال ستيتمنت أو فاينانشال بوزيشن نحكي أو البالانس شيت، أنا هون شو راح أسجل؟ أنا راح أسجل طبعا كرنت أسيتس، هون راح اسجل current assets inventory construction and process less billings بعطيني ال cost and recognize the profit in excess of billing تمام. طيب هون راح تحكي لي مثلا كيف بدي اعرف شو انه احط construction and process وانقص من هال billings ولا اعمل cost ولا مش عارف شو. طيب واكونت ريسيفابل، احنا طبعا نعرف شو مكونات الستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن وشو اللي بتكون منها. طيب احنا هون حطينا اول شيء كرنت اسيتس. طيب اذا بتتذكروا بالبدايه بسنه 2019 مش حكينا الكونستراكشن ان بروسيس بقدرش اعترف فيها كمصروف، مش بعترف فيها كاسيتس حكينا، لانه اصلا لساتني ما اعترفتش بايرادات تمام. فهون انا بالبدايه بعترف فيها كاسيتس، يعني بعمل كرنت اسيتس، وحكينا الكونستراكشن ان بروسيس تعتبر حساب بالاسيتس صح، وبنقص منه البيلينجز. طيب ليش بنقص منه البيلينجز؟ هسه بتعرف ليش. اول اشي الكونستراكشن ان بروسيس طلعت عندي بمقدار مليون و125 الف. طيب كيف طلعت معي مليون و125 الف والبيلينج كيف طلعت معي 900 الف؟ طبعا انتم بتعرفوا انه البيلينجز حسب البوكس، حسب البوكس معطيني البيلينجز قيمته ب 2019 900 الف تمام، ومعطيني الكونستراكشن ان بروسيس انا هون شرح يعني شو بدي مصاري كاش من الزبون بمقدار مليون و125 الف. طيب نشوف كيف. طبعا هذا لازم تحلوه اللي هو اليوم بدك تعملوا بالانس شيت، المفروض يعني تطلعوها عن طريق ايش؟ التي اكاونت، اهم شيء عن طريق التي اكاونت. شوف التي اكاونت هنا حسب 2019، طلعوا لي على هاي الرسمات هون الاكاونت ريسيفابل. اول شيء نشوف الاكاونت ريسيفابل، الاكاونت ريسيفابل كيف طلعت معنا؟ بحكي لي حسب ال معطيني حسب البوكس، اتوقع هيا حسب البوكس معطيني account receivables انه ايش. اذا بنشوف هنا الانتري اللي هو القيود تمام، انه هيك نقص شوي عليهم. طيب شوف هنا طلعوا لي هون الاكاونت ريسيفابل اللي حلينا قبل شوي، قيود الاعتراف.
للبيلينجز. قديش معطيني قيمة الأكاونت ريسيفابل؟ زادت بمقدار كم؟ 900,000. بروح على التي أكاونت، هي زادت بال 2019 بمقدار 900,000. بروح على التي أكاونت، هاي التي أكاونت صح؟ التي أكاونت بحط، بما إنه زادت بالدبت بحط هاي 900,000 وين؟ في الأكاونت ريسيفابل بالدبت، تمام؟ وال 750,000 هاي من وين أجت؟ هسا بحكي لكم. هي هون الكلوزنج الجورنال انتري، لا هاي الكلوزنج، هاي القيود. طيب وال 750,000 من وين اجت؟ هي طلعوا الاكونت ريسيفبل قلت بالكريدت بمقدار 750,000. فبروح وين؟ نفس الاشي، بروح على التي اكونت، هي 900,000 وعندك 750,000 قلت، يعني انا كنت بدي 900,000 اكونت ريسيفبل، اجوا اعطوني كم؟ قل بمقدار 750، يعني اعطونا 750,000، فراح يصفي كم عندي بالدبت؟ بمقدار 150,000 account receivable. فراح اعترف بالبالانس شيت في نهايه السنه مثلا باكاونت ريسيفبل لسنه 2019، انتبهوا لسنه 2019 150,000. طيب بروح هون، طلع كم يعطيني اياها؟ هيو account receivable اللي هي 900,000 ناقص 750,000 حسب التي اكاونت، هيو 150,000 معطيني قيمه الاكاونت ريسيفبل، هي اعترفنا فيها. هاي واحد. بروح على الكونستراكشن ان بروسيس، تمام؟ طيب الكونستراكشن ان بروسيس هي حسب القيود، نروح على الكونستراكشن ان بروسيس. هي كونستراكشن ان بروسيس كم معطيني اياها في البدايه؟ معطيني اياها كم؟ هي مليون. هاي كونستراكشن ان بروسيس مليون، صح؟ يعني بشوف انا القيود اللي انا كتبتها اللي حليتها للسؤال، وحسب البالانس، يعني كيف بطلعها حسب البالانس شيت؟ حسب القيود اللي انا كتبتها، كتبت قيد لسنه 2019 اعترف بكونستراكشن ان بروسيس للكاش بيبل حكينا او ماتيريال بمقدار مليون مليون، فالكونستراكشن ان بروسيس بتزيد في الدبت صح؟ فحسب التي اكونت بدي اعمل حساب باسم التي اكونت، هي الكونستراكشن ان بروسيس مليون، وين راح احطها؟ راح تزيد في الدبت. طيب وبدي اروح اشوف حكينا مليون حسب القيد الاولاني اللي هسه شفناه اللي هو مليون بالدبت بتزيد بحساب الكونستراكشن بروسيس، بضل 125,000 من وين اجت؟ ال 125,000 اجت هيو اذا بروح على الريفينيو جورنال انتري طلعوا هون معطيني ال، طيب هون معطيني هيو طلعوا الكونستراكشن، مش حكيت بضيف الجروس بروفيت اللي هي للقيد اسمه كونستراكشن ان بروسيس، فالكونستراكشن ان بروسيس كمان زادت بمقدار 125,000 بالكريدت. طبعا حسب انت شو بتحل قيود انت راح تعرف تعمل بالبالانس شيت بالنهايه. فقيد الكونستراكشن ان بروسيس هي بمقدار 125,000 زاد في الدبت، فبروح على الكونستراكشن ان بروسيس حسب التي اكونت ايش. طبعا هذا الاشي انا عملته عشان انه يسهل عليكم. هيو مليون زائد 125,000 لأنه زاد بالدبت برضه في القيد الأخير، بصير مليون و 125,000. بروح على إيش؟ على البالانس شيت. البالانس شيت هون إيش معطيني إياها؟ هاي البالانس شيت، البالانس شيت معطيني إياها الكونستراكشن بروسيس قديش قيمتها؟ مليون و 125,000 زي ما طلع معنا بالضبط بالتي أكاونت، تمام؟ طيب بنروح على قيد البيلينجز. هسا قيد البيلينجز كيف بدي أطلعه برضه؟ حسب قيد البيلينجز حسب التي أكاونت، هيو حسب التي اكونت نروح على القيود العاديه اللي حليناها. طيب هي شوف بال 2019 هنا البيلينجز اون كونستراكشن بروسيس قديش كانت قيمته؟ 900,000. في قيد ثاني عملنا له البيلينجز؟ لا ما فيش الا هذا القيد، ف 900,000 بروح شو بعمل؟ على التي اكونت مباشره بسجل قيد البيلينجز بقيمه 900,000 الكريدت 900,000 مباشره. وين بروح بعدين؟ على البالانس شيت بكتب قيمتها 900,000، فهي تعتبر بيجنينج ايش؟ قيمة ابتدائية أو بدائية، فبنقص الكونستراكشن ان بروسيس ناقص البيلينجز 900,000 ايش بيعطيني؟ بيعطيني 225,000 اللي هو ايش؟ فائض، اللي هو زيادة، هاي من حقي، تمام؟ احنا حكينا قبل شوي شو فهمناكم؟ حكينا شغلة واحدة هنا اذا تلاحظوا هاي الكونستراكشن ان بروسيس والبيلينجز اون كونستراكشن ان بروسيس، متى بحسب انه اذا كان الكونستراكشن ان بروسيس ناقص البيلينجز او البيلينجز ناقص الكونستراكشن ان بروسيس؟ مثلا اذا كان عندي بحسابي المليون للكونستراكشن ان بروسيس وكان البيلينجز اعلى، مثلا اعلى من ايش؟ اعلى من قيمه الكونستراكشن ان بروسيس، هنا بيكون في التزام، في لايابيليتي بالسؤال اذا كانت قيمه البيلينجز اعلى من قيمه ايش؟ الكونستراكشن. اما اذا كانت قيمه البيلينجز اقل من قيمه الكونستراكشن، هي الكونستراكشن، هاي اذا كانت قيمه البيلينج اقل من قيمه الكونستراكشن بده يكون هاي لحسابي انا، يعني حق لي لشركتي، ت
تمام اي مبلغ بيطلع. اما اذا كان البيلينجز اعلى من قيمه الكونستراكشن راح يكون ايش؟ لايبيليتي. طيب اسالكم سؤال، هون قيمه عفوا هون قيمه البيلينجز اعلى ولا اقل؟ هنا اقل من قيمه الكونستراكشن صح، فبس تكون اقل فبدي يكون حق لمين؟ لشركتي. فالمصاري اللي بتطلع هي 225000 اللي هي الفائض، هذا راح يكون حق لشركتي، عشان هيك بسجل الكونستراكشن ان بروسيس للبيلينجز. اما يوم يكون عندي لايبيليتي راح يكون البيلينج ناقص الكونستراكشن ان بروسيس، تمام، لانه قيمه البيلينج اعلى من قيمه الكونستراكشن ان بروسيس. بروح على اللي بعده، شوف هون شو معطيني. معطيني هنا قيمة ايش؟ معطيني الانكم ستيتمنت لل 2020. الانكم ستيتمنت لل 2020 حسب كمان الكرنت يير حطيناها 2,115,000 ناقص الكوست 1,916,000 بيعطيني 199,000 قبل شو حليناها، هذا الانكم ستيتمنت. بنروح على الستيتمنت، اهم شيء الفاينانشال بوزيشن، سهل تطلع على الانكم ستيتمنت. شوفوا هون الفاينانشال بوزيشن، الفاينانشال بوزيشن معطيني كرنت اسيتس، اكاونت ريسيفبل، كرنت لايبيليتي. طب ليش هناك كرنت اسيتس هون عفوا ليش هناك البيلينج ناقص كان الكونستراكشن ناقص البيلينج، والبيلينج هون ناقص كونستراكشن؟ هسه بنحكي لكم ليش. اول شيء خلينا نطلع قيمه الاكاونت ريسيفبل، هون حط لك 150,000 زائد 2,400,000 ناقص 1,750,000 بيعطيني 800,000. طيب كيف طلعت ال 800,000؟ طيب بنروح على قيد الاكاونت ريسيفبل بال 2020، هاي القيود. هل في عندي account receivable؟ لا، بطلع على فيه account receivable، هاي account receivable. account receivable 2020، هاي 2020 كم زاد؟ زاد بقيمة 1,400,000 صح؟ وكم قل؟ قل بمقدار 1,750,000 صح؟ يعني زاد بمقدار 1,400,000 زاد بمقدار 1,750,000. بروح على ايش؟ تي account بحساب account receivable، هاي هون 2020 account receivable. طبعا قبل ما اشوف القيود تبعت الاكاونت ريسيفبل بسنه 2020 شو بعمل؟ دائما دائما بشوف بالسنه اللي قبل شو ضل عندي، دائما بس اخلص السنه الاولى بدي ابلش بالسنه الثانيه اللي هي 2020. دائما بنزل البيجنينج بالانس لكل شيء مثلا موجود عندي، دائما بنزل شيء اسمه البيجنينج بالانس للسنه اللي قبل. طيب الاكاونت ريسيفبل قديش كان عندي بيجنينج بالانس حاليا؟ صف عندي بالبالانس شيت 150,000، فبنزله على السنه اللي بعديها بقيد الاكاونت ريسيفبل، بدي اكاونت تبع الاكاونت ريسيفبل، فبنزل بيجنينج بالانس 150,000 بالكريدت، تمام، بالعفو بالديبت، وعندي حكينا 1,400,000. طيب وين بتزيد في الديبت؟ حكينا حسب القيد اللي هسه شفناه الجورنال انتري، وحكينا دفعوا لي قيد تحصيل 1,750,000، فبجمع هاي مع بعض وبنقصها من بعض، كم بيطلع لي؟ 800,000. شفتوا كيف طلعت؟ حسب الايش؟ حسب الجورنال انتري، انا بتبع حسب الجورنال انتري بيطلع، هي طلع عندي 800,000. طيب هون البيلينجز كيف طلع معي؟ 3,300,000. هسه بنشوف، بنروح برضو على ايش؟ على البيلينجز ل 2020 اللي هو القيود. البيلينجز بال 2020 كم طلعت؟ هي 1,400,000 صح؟ طيب بروح على التي اكاونت بشوف للبيلينجز، هاي البيلينجز، البيلينجز هي بقيمة 1,400,000، بس قبل ما احط 1,400,000 شو حكينا؟ بنزل البيجنينج بالانس للسنة اللي قبل، قديش كان بيجنينج بالانس للبيلينج بالسنة اللي قبل اللي هي 2019؟ كان 900,000، تمام، كان 900,000، فبنزله على التي اكاونت للسنة اللي بعديها، هاي 900,000 زائد 1,400,000 اللي هي موجودة في الجورنال انتري بطلع عندي 3,300,000، هاي 3,300,000. بنقص الكونستراكشن ان بروسيس، كيف بدي اطلع على 2020؟ بروح نفس الاشي على القيود، بروح بس وين؟ أول إشي هاي الكونستراكشن إن بروسيس بقيمة 1,916,000، بس بنزل البيجنينج بالانس لمين؟ للسنة هذه. كم طلع البيجنينج بالانس؟ أول إشي هاي شوف التي أكاونت، هاي التي أكاونت شوف 1,125,000 إيش؟ الكونستراكشن إن بروسيس، هاي 1,125,000 بيجنينج بالانس، بنزله 1,125,000 زائد 1,115,000. ليش مليونين؟ كيف طلع عندي 1,115,000؟ شوفوا كيف. بروح على القيود، قديش هون لازم يطلع معي؟ construction and process 1,916,000. طب هذيك هناك 2,000,000 مليونين بالتي اكاونت، طلع هون 2,115,000. طب هون بحكي لي انه كم؟
هون بحكي لي إنه مليونين، مليون وتسعمية وستاشر ألف، هاي القيود مليون وتسعمية وستاشر ألف. طيب القيد الثاني من وين جبته؟ يعني من وين جبت أنا مليونين ومية وخمستاشر ألف؟ بروح على إيش؟ الريفينيو جورنال إنتري على سنة 2020، هي construction in process زادت بمقدار 199 ألف. ف199 ألف زائد مليون وتسعمية وستاشر ألف بيعطيني كم حسب التي أكاونت؟ بيعطيني هذا التوتل اللي هو مليونين ومية وخمستاشر ألف، فبجمعهم مع بعض بطلع عندي 3,240,000. بروح وين؟ على البيلينجز. أنا قديش حاط قيمة عفوا الكونستراكشن إن البروسيس؟ هي 3,240,000. شوفوا هون البيلينج قيمتها أعلى من قيمة الكونستراكشن إن البروسيس. حكينا يوم تكون قيمة البيلينجز أعلى من قيمة الكونستراكشن إن البروسيس راح يكون علي التزام بايوها، سجلت كلايابيليتي current liability، بس تكون قيمة البيلينج أعلى من قيمة الكونستراكشن بروسيس. هاي هون في عندي التزام بمقدار 60,000. شفتوا كيف؟ هذا 60,000 هذا التزام علي. بروح اللي بعده، خلصتها أنا هيك سجلتها. income statement نفس الإشي للسنة الأخيرة، مليون ميتين وستين ألف للمليون ومية وأربعة وثلاثين ألف الكوست، بعطي 126 gross profit. طبعا البالانس شيت للألفين وواحد وعشرين راح يكون كالتالي حسب التي أكاونت. هاي الأكاونت ريسيفابل، البيجنينج بالانس اللي ظل من ال هيو البيجنينج بالانس تبع الأكاونت ريسيفابل السنة اللي قبل بنزله 800,000. تمام، وعندك هون مليون ومئتين ألف. كيف جبت المليون ومئتين ألف؟ مليون ومئتين ألف بروح على سنة 2021 حسب القيود. هاي الأكاونت ريسيفابل، هاي الأكاونت ريسيفابل، هاي مليون ومئتين ألف. تمام، وهون عندي قديش أعطوني بالآخر؟ أعطوني مليونين. طيب إذا بدي أروح أشوفهم حسب ال شوفوا كيف عفوا حسب التي اكاونت، شوفوا مليونين انا تحصلت مليونين فبحطه بالكريدت الاكاونت ريسيفبل قلب الكريدت لاني حصلت، وهنا زاد بمقدار مليون و200 الف وعندي بيجنينج بالانس، فهنا ايش؟ مليون و200 الف زائد 800 الف مليونين، ومليونين عندي بالكريدت فصفر صار اسمه زيرو. شفتوا كيف صار زيرو؟ صار زيرو ليش؟ لأنه في نهاية السنة خلص، في نهاية أو في سنة 2021 راح يكتمل عندي المشروع وراح خلص إنه بمقدار 100%، فراح يصفي عندي زيرو الأكاونت ريسيفابل. تمام؟ طيب هسه راح نحكي عن إيش؟ هسه راح نحكي عن آخر موضوع كثير سهل، نفس المثال كمان اللي راح نحكي عنه هسه، يعني راح نحكي عن نفس المثال لأنه نفس الإشي. الكوست ريكفري طريقة بسيطة جدا فيهاش إشي. الكوست ريكفري بتحكي عن شغله بسيطه جدا. الكوست ريكفري بتحكي بتختلف عن البرسنتج اوف كومبليشن بشيء واحد، بتختلف انه هنا بالكوست ريكفري انا بعترف بالايرادات، ايش بعترف بقيد الاعتراف بالايرادات. يعني كيف بدي اعترف بالايرادات؟ هسه الكوست ريكفري هون بعترف بالايرادات عن طريق الكوست، يعني الايرادات هون تساوي الكوست. تمام، والجروس بروفيت بيكون يساوي صفر. يعني أنا حكيت بدي أعترف بالإيرادات اللي هو إيش؟ اعترافي بالإيرادات بالكوست ريكفري راح يكون إيش؟ يساوي الكوست، يعني revenue يساوي الكوست. هذا الاعتراف بالإيرادات بقيمة الكوست. حكينا هي بال 2019 قيمة الريفينيو قديش كانت بال 2019؟ بما إنه فيش gross profit، يوم كان في gross profit كانت 100,000,125,000. بما إنه هنا gross profit زيرو فرح يكون مليون، ورح يكون الكوست أصلا بالأصل مليون فرح يكون صفر. وبال 2020 طبعا إيش الاختلاف؟ الاختلاف إنه بالبرسنتج اوف كومبليشن انا بعترف بالجروس بروفيت بكل سنه لحال، يعني بحسب الجروس بروفيت لكل سنه تمام للسنوات الثلاث. بالكوست ريكفري انا بعترف بالجروس بروفيت بس اعترف بالكوست، بعترف بالكوست بعدين اخر سنه بعترف بالايش؟ بالجروس بروفيت عن كل السنوات. فهمتوا علي؟ يعني مثلا كان يعني المشروع عندي لثلاث سنوات، اول سنتين انا ما بعترف بالجروس بروفيت، متى بعترف فيه؟ بس اعترف يعني بالسنه الاولى والسنه الثانيه بعترف بالكوست بالكوست، وبالسنه الاخيره بس بعترف بمجمل الربح اللي هو الجروس بروفيت. هي بال2019 اعترفت انا بس بالكوست اللي هي مليون مليون صفر جروس بروفيت. 2020 نفس الشيء، مليون و916 مليون مليون و916 صفر. هون بال2021 4 مليون و500 الف، يعني المشروع اكتمل بمقدار 4 مليون و500 الف تمام لانه السنه الاخيره، والكوست 4 مليون و50 الف، فراح يكون عندي الجروس بروفيت بالنهايه 450 الف. شفتوا متى اعترفت فيه؟ هيو بمقدار 40 450 الف انا اعترفت بمقدار الجروس بروفيت في نهايه السنه. نفس الاشي هون 0 0 0 راح ينزل هون نفس الاشي، راح ينزل هون نفس الاشي، بس انقص هاي من هاي وهاي من هاي وانزل البيريور ييرز من سنوات سابقه، وهون نفس الاشي بنزل هاي هون عشان انقص هاي من هاي، فبطلع عندي بالنهايه هيو
مليون وخمسمية وأربعة وثمانين ألف، مليون ومية وأربعة وثلاثين ألف، للأربعة ومية وخمسين ألف مجمل ربح عن السنوات الماضية كلها، بس بعترف فيهم متى؟ في نهاية السنة بالكوست ريكفري. هنا كيف بدي أحسب؟ مش عملنا هسه قيد إيرادات اللي هو الاعتراف بالإيرادات لكل سنة. هنا بما أنه ما عنديش اللي هي construction in process، أنا ما عندي construction in process عشان أعترف بالgross profit. حكينا قيمة الgross profit تضيفها لإشي اسمه construction in process، بس هون ما عنديش. فconstruction expense اللي هي الكوست بمقدار مليون، لإيش الrevenue long term contracts بقيمة مليون، وهون نفس الإشي. وآخر شي حكينا بعمل closing entry بعكس القيود زي ما عملنا قيد الكلوزنج نفس الإشي. وهون بما إنه اعترفت بمجمل الربح بالسنة الأخيرة 450 ألف، هيو شوفوا construction in process رجعت بالgross profit، هي 450 ألف راح أعترف بآخر السنة، وبنفس القيمة اللي طلعت عندي مليون ومية وأربعة وثلاثين ألف ومليون وخمسمية وأربعة وثمانين ألف. شوفوا هنا هذا الاختلاف بيناتهم بال 2019 2020 2021 بال percentage of completion وبال cost recovery. بسنة 2019 و 2021 هذا الفرق بين الـ percentage of completion والـ cost recovery، إنه بسنة الأول يعني عندي ثلاث سنوات هي شغل راح أشتغل فيهم، راح أعترف بالـ percentage of completion بكل سنة بكم الـ gross profit تبعها، تمام؟ وهون مقداره كامل total تبعه راح يكون 450 ألف. والـ cost recovery أول سنتين ما بعترف فيهم، والسنة الثالثة بس بعترف فيها، مش شرط أول ثلاثة، وهي حسب المدة اللي معطيك إياها. المهم بآخر سنة أنا بعترف بس بالإيراد اللي هو مجموع هذا كامل، بس بعترف فيه متى؟ في آخر سنة، تمام؟ اللي هي بال 21. وآخر شيء راح أسجل كل واحدة وين، تمام؟ شوفوا هون أنا راح أسجل هنا شو حسب الكرنت أسس. حكينا كيف، مش راح أحكي لكم كيف، يعني إنه نرد نعيد نحكي، لأنه حكينا من قبل إنه ليش أنا حطيت الكونستراكشن بروسس. شوفوا قيمة الكونستراكشن نفس الإشي مليون، هون 900، يوم تكون قيمة البيلينجز أقل من قيمة المليون يعني اللي هي الكونستراكشن بروسس، بصير إنه الكونستراكشن بروسس أنقصها من البيلينجز، فبنقصها بطلع عندي كم اللي هو 100، 100 إيش هذا الفائض اللي هو من حقي أنا، تمام؟ اللي هو أنا طلبته بسعر مليون وكتبته ب 900، فأنا أصلا لازم يعطوني مليون، فلازم الفرق بيناتهم هذا راح يكون حق للشركة تبعتي. فالأكاونت ريسيفر يطلع 150 ألف نفس الإشي، لـ 2020 800 ألف نفس الإشي، وهنا صفر صفر شوفوا كل الصفار بالـ 2021 زي ما حلينا، تمام؟ بس الـ construction and process هون الـ billings هون نفس القيمة اللي طلعت معنا بالماضي كمان 3 مليون و300 ألف حسب الـ T account وحسب القيود. طبعا الـ construction and process هون تغيرت قيمتها بمقدار 2,916,000، يعني بالـ percentage of completion كانت بمقدار 3,240,000. طيب احنا حكينا لما تكون قيمة الـ billings أعلى من قيمة الـ construction and process راح يكون في التزام، صح؟ فالكونستراكشن بروسيس كيف طلعت هون مليونين و 916 ألف، باخذ قيمة البيجنينج اللي هي مليون وقيمة حسب الجورنال انتري، هيو هاي القيود حسب الجورنال انتري، هاي الجورنال انتري بقي بالسنة 2021 هي مليون و 916 ألف بزيد، فحسب التي اكاونت مليون و 916 ألف زائد البيجنينج بالانس مليون بطلع عندي مليونين و 916 ألف، فهمتوا علي؟ فبطلع عندك التزام بمقدار 384 ألف. لحد هون إن شاء الله بتكون خلصت المادة، وبالتوفيق جميعا، وإن شاء الله يعني إذا غلطت بإشي يعني نبهوني، ويعطيكم العافية.